ازيكم عاملين ايه؟ هنشرح النهاردة برنامج مختلف شوية. البرنامج عبارة عن ان انا اقدر افتح اي رسائل تجيلي عن طريق السوشيال ميديا، سواء للفيسبوك أو الماسنجر او الانستجرام او الواتساب او تليجرام، من غير ما يبان عند صاحبها ان احنا فتحنا الرسالة بتاعته. كمان نقدر هو كان فاتح من قد ايه وبيقفل بقى قد ايه والكلام ده كله. لو انت اول مره تشرفني بالقناه او تشوف فيديوهاتي، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس، ولو في اي حاجه اكتب لي كومنت تحت فضلا وليس امرا. المهم نرجع لموضوعنا. انا غير مسؤول عن اي حد يستخدم البرنامج بطريقه غير صحيحه بالعربي او بالمصري. البرنامج دوت ليه استخدامات غير صحيحه يعني تضر. فيا جماعه البرنامج انا الهدف منه ان انت تقدر تستخدمه. لو انت عندك منتجات بتبيعها او عندك بيتش او عندك حاجة كبيرة والعملاء بتبتدي تتكلم وتعمل دوشة وازعاج والكلام دوت، تقدر تفتح وتشوف رسائلهم والمهم بترد عليه. دي وظيفة البرنامج. اللي بيستخدمه في حاجة غير كده انا ماليش دعوة باي حد يتصرف البرنامج بطريقة غير صحيحة. يلا بينا نشرح البرنامج مع بعض وطريقة تشغيله، تابعوني. نرجع نكمل البرنامج بتاعنا وشرحه. زي ما برضو ذكرت في قبل ما نشرح البرنامج، انا غير مسؤول عن اي حد يستخدم برنامج بطريقة غير صحيحة. نبتدي نخش على جوجل بلاي من الاول. هنبتدي نحمل البرنامج. نثبته. طبعا هو الابليكيشن فيه تقييمات كويسة جدا زي ما انتم شايفين. هنبتدي نفتح البرنامج معنا. دي واجهة البرنامج وهنبتدي نتابع الخطوات بتاعته. بيقولك اسمح لي ان انا اشوف الاشعارات بتاعتك. بقول له اوكي مفيش مشكلة زي ما انتم شايفين. بقول له برضو مفيش مشكلة. بيقول لي انت عايز تعرف ايه الاشعارات اللي تجيلك تقراها عليه. بقول له انا ماسنجر اوكي واتساب وتليجرام وانستجرام وفايبر ولاين وتيك وايمو، دي كلها برامج عندي. ببتدي اقول له اوكي انا عايز اشوف ده كله، اي اشعار يجيلي منهم. ببتدي يخش على بقية السيتنج. بيقول لك عايز يوصل للاشعارات الجهاز او الابليكيشن. بقول له اوكي، بديله سماحيه. بقول له اوكي مفيش مشكله. بقول له انا مش عايزها تظهر تاني، ما تجيليش اي اشعارات تاني. طبعا هو بيقول لي انا مسموح لي اخش في البرامج دي كلها. بقول له اوكي مفيش مشكله. بيعرفني كسياسه ابليكيشن او اتفاقيه. بنبتدي نشيل اي حاجه موجوده. تمام كده البرنامج بتاعنا المفروض شبه جاهز، ان هو اي حد يبعت لنا حاجه تبقى تظهر عندنا على طول. طبعا هنسمع بالظهور امام التطبيقات. بيطلب مني ان هو يظهر قدام التطبيقات. طبعا هو اي حاجه يبعت لنا اي حاجه سواء على الماسنجر او الفايبر او الواتس او اي ابلكيشن خاص بالسوشيال ميديا، هو بيبتدي يشوفها من غير ما بتظهر للشخص التاني اللي احنا شفناه. طيب نعمل تيست. مثلا انا هبعت مثلا كلمة بوك مثلا على التليجرام. اوكي طبعا هي جات لي فوق ان في رسالة جات في التليجرام. لو عملت كده هتبتدي تيجي هنا جايالي. لو فتحناها ظهر اللي هي حد بعت لي بوك او الشخص دوت بعت لي بوك. تمام دي يا جماعة تعدى الاعلان. دي يا جماعة كل الفكرة، هو الابليكيشن بيفرض عليك اعلانات وهو شغال.
لكن زي ما انتوا بتشوفوا دي ايقونة بتبقى جاهزة، ممكن نخفيها خالص. نقدر بعد كده نمسح الاشعارات تاني ولا كأن في اي حاجة، ونبتدي كل ما حد يبعت لنا حاجة هتجيلنا هنا من غير ما تيجي. لو رحت على التليجرام، نروح على التليجرام نبص عليه نشوف الرسالة، هنلاقيها لسه موجودة. لو جينا من فوق اهي موجودة عندنا، ما اتقريتش لسه، موجودة واحنا طبعا شفناها عندنا في البرنامج اللي فوق وهي لسه موجودة هنا. يا رب يكون شرح الابليكيشن عجبكم، ما تنساش لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل سبسكرايب، لو في اي كومنت اكتبولي تحت. شكرا.